أيام قلائل مضت منذ أن تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دفة القيادة، لكنها كانت كافية لأن يلمس العراقيون من خلالها توجهات الرجل في التعامل مع الأزمات بقرارات وإجراءات بعثت رسائل واضحة حول طبيعة وطريقة عمله. لكن الكاظمي الذي يدرك بأن قيادة بلد مثل العراق وفي ظل ظروف وأزمات لا يستهان بها يجب ألا تكون فقط عبر العمل المكتبي وخلف الجدران، فشرع بزيارات ميدانية لمفاصل مهمة للاطلاع عن قرب عن احتياجات المواطن ومعاناته. آخر هذه الزيارات كانت لمرفقين مهمين يتعلقان بصحة المواطن، وهما مدينة الطب ومستشفى الشفاء لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. الزيارة وتوقيتها وباقي تفاصيلها كشفت بأن العمل الميداني منهاج سيتبعه الكاظمي في معالجة الأمور، فالرجل ابتعد بشكل واضح عن الزي الرسمي وشمر عن ساعديه ليصل إلى أقرب مكان ممكن من المرضى، ولاطف الأطفال وحاول بكلماته إعادة زرع الثقة لديهم ولدى عائلاتهم. يلا حيدوني، شد حيلك حبيبي وشد حيلك بنتي، وإن شاء الله شدة وتعبر أكيد زين؟ إن شاء الله. سلمنا على عائلتك، من عندك أخوان عندك وما عندك؟ من أخوتك؟ سلمنا عليهم كلش هواية. قد صار لك هنا؟ صار لي تقريبا 14 يوم. يلا إن شاء الله تطلع قريبا. شد حبيت إيش تلعب؟ هو إعادة لعبة يلعب كرة قدم. ابن الشجع خلاص عافية عليك، ما عندنا غير العراق كارزمة مالته ما شاء الله حميد هو حم السبع. زيارة مستشفى الشفاء على وجه التحديد كانت تحمل أكثر من معنى، فالكاظمي توجه لمكان يحمل الكثير من المخاطر، لكنه ومن خلال اتباعه التدابير الكفيلة بالوقاية من الفيروس تمكن من الدخول حتى إلى ردهة المصابين واطلع على أحوالهم وإجراءات علاجهم. كلمات الكاظمي الموجهة إلى الأطباء والكوادر الطبية كان الهدف منها التأكيد والتذكير بأن طابع عملهم إنساني قبل أن يكون مهنة مثل غيرها. أعرف التحديات صعبة عليكم، بس بالنتيجة أنتم تحملون مسؤولية أخلاقية ووطنية. الطبيب ومو فقط معالج للإنسان، وإنما عليه التزامات إنسانية، فهو يصنع قيم في المجتمع ويعالج المواطنين. وأعرف أن النظام الصحي في العالم وبالخصوص العراق اللي يشتغلون بهذا المجال دائما عليهم تحديات كبيرة، فأنتوا إن شاء الله قدها وقدود. العراقيون ومن خلال ما هو معروف عنهم من فراسة وذكاء في قراءة الأحداث وملامح الوجوه أدركوا بأنهم أمام قائد من نوع مختلف يقف بالصف الأول أمام المخاطر وقريبا منهم في وقت الشدائد، فوجدوا فيه الأب والأخ والابن الذي يستحق ثقتهم ومكانا خاصا في قلوبهم.